الله الواحد امين له المجد والعظم الابد امين اللي في البداية بس في نقطة عشان فيه بعض الناس بتسأل سؤال وبتقول ان الكتاب المقدس ما قالش على في احنا استاذ قداس واحنا بنقول على تقديس الكاس وذاق واعطى التلاميذ يقول ما فيش نص في الكتاب المقدس بيقول وذاق الحقيقة هو ذاق وحقول لك النص اللي ذلك ويتكلم لما بيقول أعطى التلاميذ وقال لهم لا أعود أشرب من نتاج الكرمة معكم حتى أشربه جديدا في ملكوت السماوات معنى كلمة أعود أشربه أيضا دي معناها ايه زاق واشربه جديدا مش معنى ذلك ان ملكوت السماوات في اكل وشرب لا حاش لان الكتاب قال في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يسرون كملائكه الله في السماء بس احنا بناخد سر التناول بنتحد بيه واحنا هنا في الجسد الترابي وممكن نخطئ بعد ما نتحد بيه انما في السماء هيبقى اتحاد جديد في الجسد القيامه جسد الروحاني فبنتحد بيه ولا يمكن ان نخطى على الاطلاق فاتحاد جديد فالمقصود بيه هيبقى اتحاد بيكون اتحاد جديد في ملكوت السماوات انما هو لما قال لا اعود اشرب من تاج الكرم معه ايضا معكم دي معناها ان هو زاق عشان الناس اللي بت ايه بتشكك في النقطه دي لا اعود اشرب من نتاج الكربه معكم شرب معكم معنى إيه اشرب معكم شاء ذاق حتى اشربه جديدا يعني حب اتحاد يبوك اتحاد جديد في ملكوت السماوات لان ملكوت السماوات ليس اكلا وشربا آه برضو نقطه تانية عشان برضو انا يعني بقول لكم جمعوا لي كل الاسئله الصعبه اي تستفادوا برضه في نقطة تانية بخصوص إن بعض الناس بتكلم على الأيقونات والصور. إحنا لا بنعبد أيقونات ولا بنعبد صور ولا بنعبد تماثيل، لا. كتاب بيعلمنا بيقول أنتم هيكل الرو، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فأنا لما بس حتى بقد البخور لأيقونة الست العذراء على أساس روح الله الساكن في الست العذراء، إحنا بنعتبر الصورة كأنها الجسد. وروح الله ساكن فيها فبقدم كل الروح الله ساكن في ست العذراء روح الله ساكن في البابا كرولوس روح الله كده ساكن في القدس ابو روح في سكن في بنطونيوس روح الله ساكن فيهم انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فبقدموا الروح الله اي بخور واي عباده هي لله كله لله انما احنا بنقدم لروح الله ساكن فيكم حتى الكاهن ببخر بخر في وسط الشعب يعني بعد بعد المعمودية والميرون والتناول اسمنا بيتكتب في سفر الحياة وكلام ده في إنجيل لوقا إصحاح عشرة قال كده قال لا تفرحوا أن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات وفي إنجيل وفي سفر إصحاح عشرين يقول وطرح في بحيرة النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياه طرحة في بحيرة النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياة واحنا بعد المعمودية والمرون والتناول اسمنا بيتكتب في سفر الحياة لو الانسان اخطا وقدم التوبه ربنا هيقبله انما لو استمر في الخطيه بدون توبه وبدون تناول اسمه هيتشطب من سفر الحياه. وده اللي احنا بنلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 20 يقول ايه؟ وسلم البحر الاموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما ودين كل واحد حسب عمله وطرح في بحيرة النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياة يعني ايه الكلام ده يعني في ناس بعد المعمودية والمرون والتناول مشيت غلط ما تقدمتش توبة ما تناولتش اسمها تشطب من سفر الحياة غرقت في بحر العالم غرقت في بحر العالم الاكل والشرب والشهوات وسابوا ربنا مش ورا الجسد وصابوا الروحيات وغرقوا في بحر العالم ولا سلم البحر وما تلزنا فيه طب في ناس لا تعمدت ولا تناولت ولا بالميرون الشيطان في الاصل ملاك بيختف على الهواء الموت على طول شو يقول لك وسلم الموت والهاويه الاموات الذين فيهم وطرح في بحيره النور الكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياه لان في امر في منتهى الخطوره كتير ما بياخدش باله منه السيد المسيح المجد لما اتكلم على سر التناول إحنا بناخد الجسد حل فيه الروح القدس وبناخد الدم حل فيه الروح القدس. الروح القدس اللي حلل في الجسد بيتحد بروحنا والجسد يغذي الجسد. والروح القدس اللي حلل في الدم بيتحد بروحنا والدم بيغذي الجسد. لما الإنسان بيموت الروح بتسيب الجسد فلما الروح بتسيب الجسد الروح متحدة بالمسيح في سر التناول الشيطان ما يقدرش يقرب منها تتنقل من أرض الفردوس. إنما لو مش متحد بالمسيح في سر التناول الشيطان بيخطف هذه الروح للهاويه والموت على طول لان الشرف الاصل ملاك وصعد بقوه ملاك والروح الانسانيه قدامه ضعيفه جدا ما عليه فبيخطف الهاويه والموت عشان كده يقول لك ايه وسلم الموت والهاويه الاموات الذين فيهما ودين كل واحد حسب عمله وطرح في بحار النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياه ففي انفس بعد الانسان اللي ماشي مع المسيح بيصلي ويتناول وبصول المناوله يتناول يمشي صح تتنقل روحهم ارض الفردوس على طول انما لما بيكون مش متناول مش متحد بالمسيح والشيطان في الاصل ملاك بيخطف هذه الروح للهوية والموت عشان كده الرب صلى الله قال ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياه انجيل يوحنا اصحاح سته انا بس الحاجات دي بقولها في الاول عشان الناس اللي بتسال لان برضو ناس كثيرة بتسالني في نقطه بتقول هي الاعمال الصالحة وحدها مش كافية لدخول الانسان الملكوت كلام ده جه في سفر الرو... في سفر الاعمال اصحاح عشرة لما جه كارنيلوس قائد المائة ربنا بعت له ملاك وقال له صلاتك وصيامك وصدقتك سعدت تذكار امام الله ولكن ابعت السادع سمعان بطرس ونازل في يافا عند راجل دباغ اسمه سمعان على البحر يعلمك أمور بقى تخلص أنت وأهل بيتك، وهو راح جاب عسكريين تقيين وجمع كل ما له وبعد جاب سمعان بطرس ولما حضر سمعان بطرس وقال أرى أنه في كل أمة كل إنسان يفعل بر مقبول أمام الله وأمر أن يتعمدوا فلو كان هيخلص بالصلاة والصبر ربنا قابلهم لا ده الملاك قال له كده صلاتك وصيامك وصدقتك صعدت تذكار امام الله ربنا قابلها ولكن ابعت السادع سمعان بطرس يعلمك بقى تخلص انت واهل بيتك مش هتخلص بغير معموديه وميرون وتناول واسرار الكنيسه مش هتخلص غير عمل الروح القدس فهنا عشان خاطر تبقوا واخدين بالكم ما ينضحكش عليكم ما ينضحكش عليكم طيب علشان ركز معانا في الموضوع بتاعنا النهارده بيتكلم العزة على ايه في نشيد الانشاد الاصحاح الرابع بتقول شفتاكي يا عروس تقتران شهدا. سفر الانشاد سفر نشيد الانشاد بيقول شفتاكي يا عروس تقتران شهدا. سفر النشيد ده سمفونيه حب بين الله والنفس البشريه. كتير قوي ما بيفهموش معنى الكلام الروحاني اللي فيه لانهم بينظروا بمنظار بمنظار جسدي وحتى لو نظروا بمنظار جسدي لا يمكن يقولوا الكلام معنى ابدا نلاحظ ان السفر ده كل السفر يقول اخت العروس اخت العروس هي تنفع تبقى اخته وتبقى عروس تنفعش لو هم بيفكر تفكير جسدي ما تنفعش تبقى اخته وتبقى عروس ده كلمة أختي دي لوحدها توقف الشهوات ده أختي ده أختي وبعدين نلاحظ حاجة كمان في السفر في حاجات لا يمكن على الإطلاق نفهمها إن ما خدناش بالمعنى الروحي لا يمكن ولا لها أي معنى زي إيه لما بتيجي العروس بتقول ليتك كأخي الراضع ثدي أمي حتى أقبلك ولا يخزنونني في عروسة هتقول لعريسها عاوزاك زي أخي الرضع ساد يا أمي عشان لما أحبك محدش يعيرني ولا فسرتها بمعنى بشري لا يمكن تلاقي لها معنى طب المعنى الروحي ايه؟ اه عميق جدا بقى النفس البشريه بتناجي السيد المسيح والمجد وبتقول له الشيطان بيعيرني بيقول لي انت كلك طهارة وانا كلك خطية انت عايش في السماء في الملكوت وانا عايشة في الارض في تراب الارض انت مسبح مش شاربين وانا هنا حوالي خطية وحوالي خطاة ده الشيطان بيقول لي مش هيقبل منك صلاة مش هيقبل منك صوم مش هيقبل منك حاجة انت فين وهو فين عشان يقبل منك كده فبتقول له يا ريت تعيش زي اخويا على الارض كانك اخ ليا ترضع صدي امي لان جاب ادم من طراب الارض وتاكل من تراب الارض زي انا ما باكل من تراب الارض. عشان لما احبك الشر ما عيرنيش اللي هو في السماء وانت على الارض هو كله قداسه وانت كله خطيه مش هيقبل منك صلاه ولا صوم. فالنفس البشريه بتناجيه بتقول له يا ريت تعيش معي على الارض عشان تشوف اللي انا شايفاه. عشان لما احبك الشر ما عيرنيش. ده المعنى الروحي. انما لو اخذته بالمعنى الجسدي لا يمكن تلاقي له معنى. لا يمكن. برضو أما تلاحظ حاجة كمان أنا مش طول عليكم في الروح دي عشان دي مهمة. لما تلاحظ في مثلا يعني من أصعب أصعب آية في السفر لما بيقول سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت ودي معناها جوه قلب يبيت بس ليه قال بين ثديي يبيت وما قالش جوه قلب يبيت. لأن الثدي هو غدة لبنية لرضاع الصغار في كل الكائنات الحية الثديية غدة لبنية لرضاع الصغار فهنا بتقول مع الإنسان بيكون القلب بين الاثنين فهو بيقول يعني بتقول له عاوزاك تخش بيقول لك إيه بتتكلم سرة البر حبيبي لي بين الثدي يبيت يعني جوه قلبي يبيت والمعنى إيه معناها انك انت ما ينفعش ان هو يخش جوه قلبك ويبيت وانت سايب صغار الايمان من غير ما تعرفهم طريق ربنا وانت سايب ولادك من غير ما تعرفهم طريق ربنا ما ينفعش انت تخلص نفسك وسايب ولادك بعاد عن ربنا تردع صغار المؤمنين الايمان ردع ولادك الايمان يبقى يخش جوه قلبك ويبيت انما انت تسيب ان ولادك كده من غير ما تعلمهم طريق ربنا من غير صلاه من غير مناولة من غير ما تاخد بيتهم وتعرفهم طريق ربنا وعاوز المسيح مش جوه قلبك وبيت ما ينفعش ما ينفعش لا علم ولادك الايمان علم صغارهم من الايمان اقدم الخير كده عرفهم طريق ربنا كانك بترضحهم الطفل الصغير ما بيرضحش يموت كذلك الطفل الصغير انت لو بتعرفت ربنا عشان ما يموتش روحيا يبقى يخش جوه قلبك ويبيت ادي اصعب كلمه في السفر يعني وبعدين بقول لما يتكلم ما اجمل خداك بصمود والصمود دي عباره حبات لؤلؤ بس الانسان لما بيبكي اثناء التوبه دموع التوبه تبان امام الله كانها حبات لؤلؤ على خد الانسان والخد في الوضوء في البيت فدموع التوبه تنزل على خديك كانها حبات لؤلؤ امام الله فالمعنى كله روحي معنى السفر كل كل اياته فيها معاني روحيه بس اللي يفهمها الناس اللي عندها روحانيه انما الناس ما لهاش عمق روحي بتاخد كلمه مش فاهمه معناها وتطلع تجري مش هلا هتفهم تفهم حاجه ولا تفهم حاجه ولا هتلاقي اي كلمه يعني واللي في العكس كمان بقى لو هو له عمق روحي هيعرف معنى يعني بقى دموع التوبه دي كانها حبت له لو امام الله اه هو اللي حبت له امام الله احنا بنفس الطريقه هنا في الايه بتاعتنا شفتاك يا عروس تقتراني عسلا اه تقراني عسلا امتى بقى لما, صبح ربنا. لما توقف تصبح ربنا لما تقف تصبح ربنا كده وترحمني يا رب انا عبدك الخاطي لما تقف تقول يا رب اغفر لي خطايا الكثيرة لما تسامح اللي اساء اليك وتقول له انا يا رب غفرت زي انت قلت يغفر ويغفر لكم انا هغفر يا رب كده اه تبان امام الله كانها تقطران عسل لما تصلي من اجل من يسيء اليك تحب الخير لكل الناس وتصلي من اجل من يسئ اليك كأن أمام الله شفتك تقتران شهدا أهدي حقيقة أمام الله تقتران شهدا لما تقف تصلي أمام الله وتبدأ تقول له ارحمني يا ربك عظيم رحمتك ليس عجب يا رب ترحم سنبار عجب ترحم خاطي مثلي أنت يا رب إله التائبين أنت يا رب شاء نفس هلاك الإنسان أنت يا رب اللي فديتنا وأحبتنا ودكت الفردوس ثاني ما تسيبنيش أهلك خد بطريقي خد بإيدي في طريقك أنا ضعيف أنا بشر ضعيف يا رب علمنا اسير في طريقك ازاي علمنا احبك علمنا اصلي واقول لك عظيم رحمتك اه في الحاله دي شفتاي تقترن عسلا تقترن عسلا بالحقيقه امام الله بالحقيقه امام الله دي الحقيقه وبعدين حذرنا كمان من نقطة خطرة جدا في رسالة يعقوب قال لك ما ينفعش ينبوع الواحد يطلع مية ملحة ومية حلوة ما ينفعش ما ينفعش انا هوضح كل نقطه بالتفصيل بس هتكلم لما بتكلم في رساله يعقوب يقول كده من الفم الواحد تخرج بركه ولعنه لا يصلح لا يصلح يا اخواتي ان تكون هذه الامور هكذا لعل ينبوع ينبع من نفس عين واحده العذب والمر ما ينفعش بالنفس اللسان انك تبارك الله الاب وتشتم الناس وتهنها ما ينفعش فهو بيتكلمنا نقطتين مهمين قوي شفتاك يا عروس تقتراني شهدا وما ينفعش العين الواحدة تطلع مياه مالحة ومياه حلوة ما ينفعش بقى انت بتسبح ربنا وبتصلي وبتسامح وبتسئ اليه وبتسامح اللي سئ اليك وبعدين ترجع بقى تهين الناس وتشتم وتحلف كذب وتكذب كان من ال... من الينبوع الواحد طلعت مياه حلوه وميه مالحه مش عاوز كده عاوز شفتاك لما تقطران عسل وتسبح ربنا يبقى ما ترجعش تدعي على الناس ده في ناس وهي بتصلي بتدعي على الناس منين بتصلي بتدعي على الناس بقى ان شاء الله ما يا ملح وما حلو فقت واحد ولا ينفع ولا تقبل ولا تقبل امتى تقبل بقى لما تغفر للناس لما تقول يا رب عرفهم حتى طريقك عرفهم طريقك خليهم يحبوك يعرفوك انت لها الحقيقة خلق السماء والارض اللي خلقتنا وفادتنا وعماك في الفردوس اهي دي الحقيقه انه هو ينفع ان مثلا ما في ما الستات تدعي على اولادها ده ينفع طب لسه جايه من الكنيسه ومتناوله وتدعي على اولادها وده ينفع ما ينفعش ما ينفعش ابدا تدعي بالبركه تدعي بالبركه تادبه ودعاك عليه هيادبه ما ينفعش ما ينفعش انه ما ينفعش عشان خاطر كده بيتكلم شفتاك تقطرني شهدا اه تقتراني شهدا بس مش عاوز بقى الشهد في لحظه يبقى ميه مالحه ما ينفعش ما ينفعش ولما تدعي على غيرك اه ميه مالحه ولما تين غيرك وتطلع الفاظ مش كويسه او تشتم ميه مالحه ما ينفعش احنا عاوزين الينبوع يطلع ميه حلوه على طول شفتاك يا عروس تقطرني شهدا يبقى شهد بس شهد بس ما فيش مانع انك توبخ بكلمة بس ما فيش خطأ وبعدين كده ما ينفعش ربنا ما يعملوش كده انا مش بستحمل اكتر من كده ما يليقش بينا كده ولاد المسيح ما يعملوش كده انما مش هشتم مش حهين حد مش حادي على حد وده اللي قاله الكتاب اغضبوا ولا تخطئوا اه زعلانة متصرف غلط بس ما طلعتش لفظ واحد يتحسب عليه امام الله ولا قدام الناس وبعدين مش قادر استحمل حدش هيهيني اقول لك حاجه كده ما ينفعش رب ولاد ربنا ما يعملوش كده ولاد المسيح ما يعملوش كده مش بعد ما تتناول وتاخد مسيح جسد المسيح قدامه تعمل كده اه قول الكلام ده في حاله الغلط لان واجب عليك توبخ ولادك وتعلمهم بس مش تدعي عليهم مش تقعد تشتم وتطلع الفاظ مش كويسه او تدعي على نفسك ما ينفعش هنا شفتاك تقران شهدا يبقى تركز تقران شهدا بس عشان خاطر كده نلاحظ حتى القديسين العظام في كلامهم مع الناس ومع ربنا بتبقى فيها مملحة بملح كلام تقترون شهدا يجي أبونا إبراهيم مثلا يشرح في صدوم عمورة يقول تعزمت أكلم المولى وأنا تراب الرماد يا رب لو في المدينة خمسين بار تهلك البار مع الأسيم ويبدأ يشفع آه تقترون شهدا لغاية ما قال له فاضل ما في عشرة بصر أبرار مش هالك المدينة عشان خاطرهم بس كلامه مع ربنا ايه تعازمت اكلم المولى وانا التراب والرماد دي الحقيقة دي الحقيقة اه تحس كده فعلا فعلا الانسان بيكلم ربنا بيكلم ربنا نلاحظ برضه في سفر ايوب في اخر السفر كده يقول بسمع الاذان سمحت عنك والان رأتك عيني وبدا يتكلم امام الله بالصحاك والتضاع والان التراب والرماد والان نفسي يتكلم امام الله بنصح قلب عزمت اكلم المولى وانا تراب الرماد ابونا ابراهيم ويجي ابونا ايوب يقول بسمع الاذان سمعت عنك والارقى عيني والان نفسي في التراب نفسي وبدا يصلي بنصح قلب امام الله وربنا رفعه ورفعه ونشوف الحلوة عشان تعرفهم ان الصلاة دي صلة بينك وبين الله الصلاة دي بتبقى دي كنز في السماء لما تقول رحم ربك لك الخاطئ كنز في السماء لما صلوا اجل خارين كنز في السماء اهو بمجرد بدا يقول له ربنا نفسي في التراب والرماد عايزين تكلم التراب وبدا إذا هو يصلي ربنا بسامع عزاز ساكو قرعت عينه وبدا يتكلم مع ربنا ربنا قال له ايه لما كانوا اصدقائه بيعيروه شوف الحاجات الحلوه نتعلم منها قال ربنا اصدقاء ايوب الثلاثه الفاز التماني وصفر نعماني وبلدة الشوحي قال لهم كده ان انا غضبان عليكم غضب عليكم كبير لانكم لم تقول في الثواب كعبد ايوب والان هو يصلي لي بالنيابه عنكم ويقدم لي ذبايح بالنيابه عنكم ارفع غضبي عنكم وفرح الرب بأيوب لما له صلى من أجل أصدقائه واللاحظ شوفوا بقى عشان تعرفوا أن الله عادل كان طول 28 إصحاح في السفر أصدقاء أيوب قاعدين يقولوا له شفت إنسان بيعمل خير ويحصل له كده أنت أكيد عملت خطايا جت على راسك عشان ربنا عمل فيك كده وقاعدين يكلموه كلام صعب وقال لهم هو من من شده الضغط لما عزون متعبون تقول انت عزوني ده أنتوا بتتعبوني معزون متعبون ان كنت اخطات فلنفسي وبدا يصرخ منهم نلاحظ الحلو في ايوب ان لما ربنا رفعه وقال لهم انتم ما تكلمتش فيها سبب كعبد ايوب كانت النتيجه ايه؟ قال لك وفرح الرب بايوب لما وجده صلى لاجل اصدقائه وقدم ذبائح لاجل اصدقائه وربنا رفع عنهم عشان ايوب ادي الشفاعه اهي ودي شفاعه برضه صلى لاجلهم وقدم ذبائح بالنيابه عنهم ربنا رفع غضبه عنهم يقول لك وفرح الرب بايوب انت بقى اهو فرح الرب بايوب يعني انت كمان لما تسامح ربنا يفرح بيك لما تسامح اللي يسيء اليك ربنا يفرح بيك لما تصلي من اجل الناس اللي هي بتزعلك بي ربنا بيفرح بيك اهو ايوب صلى من أجله واقدم ذبح بالنيابه عنهم اه دي شفتاه تقتلنا عسلا اه تقتلنا شهدا بالفعل تقتلوا شهدا بالفعل لما يسامح ولما يصلي لهم شفتاه تقتلوا شهد تقتلنا شهد هنا حاجات يعني كتاب مقدس ملان والله حس حاجه كمان برضو عشان تعرفوا معنى الكلمه لها معنى عمق روحي موسى النبي موسى بعد ما صاب 40 يوم بدون اكل وشرب يعني شاف اللي شافه من شعب اسرائيل شاف اللي شافه وفي الاخر 40 يوم بدون اكل وشرب على الجبل وربنا اداله وحي الشريعه وقال له انزل شعبك اسم نزل بسرعه يجري وفي ايد لوحي الشريعه طبعا من عجل بيعبدوه وبيلعبوا حواليه سمعوا صوت اللعبه من بعيد غرغيرة مقدسة وحرق لو اتكسروا وخد العجر حرقه وصحن وزرف الهواء وبدأ يصرخ لربنا ربنا يقول له ايه دعني ابيدهم واجعلك ام اعظم منهم وقف موسى في الصغر قال له لا يا رب لئلا يقول المصريين ان الههم من للبريه كي يموتهم في البريه لا يا رب وقال كلمة صعبة قوي قال له إما أنك تصفح عن خطية هذا الشعب وإما أنك تسمح تمسح اسم من سفرك قال له لا ما امسحش اسمك من سفري اللي أخطأ إلي هو اللي أمسح اسمه من سفري إنما أنت لا الله عادل الله عادل وصفح عن الشعب عشان موسى النبي وحسب الموسى النبي برا لانه وقف في الصغر امام الرب ورفع غضب قال ربنا يرفع غضب عن الشعب شوف انت بقى لما يقف يصلي ده بعرفك نقاط كتيره يعرفك ان اسماءنا في سفر الحياه اه اسماءنا في سفر الحياه النقطه الثانيه لما يقف قدام ربنا ربنا له هجعلك امه عظم اعظم منهم قالوا لا إما طيب ما عن خطيئة هذا الشعب أو تسمح أنت من سفرك قال لا ما تسحش اسم سفرك، وغفر للشعب وغفر للشعب وما هلاكش الشعب وحسب له لو برا لولا موسى وقف في الصغر أمام وقف يصرخ يصرخ أنت لما تقف ترفع على كده عن ولادك البعيد قربهم من ربنا يا رب ارفع غضبك لما تشوف كده الضربات جاية قول له ارفع غضبك في الحاله دي اه شفتي تقطران عسلا اه طبعا تقطران شهدا ولو في اكثر من شهدا اقول ان رب يصلي لربنا ربنا يرفع غضب عن الشعب 600000 الف ماشي يرفع غضب عنهم وربنا يقبل شفاعته فيهم وما يهلكهمش رغم ان الخطا رهيب بعد ما شافوا الضربات دي كلها وشافوا قوه ربنا وشق البحر قدامهم جاي تعمل عجل وده أخطر موضوع خطر جدا قدر ليه يتعلم الثقافة اللي حواليهم اه شايفين المصير بيعبدوا العجل أبيس عملوا عجل مرافقين خيبة بيتعلموا الثقافة الغريبة زي احنا نتعلم ثقافة غريبة بينهم كده ضرب الستات والأهانة والشتيمة وال... وال ده مش مش ثقافة مش مسيحية خالص خالص في المسيحية ليس الرجل دول المرأة في المسيح والمرأة دول في المسيح للرجل ما حدش خلق نفسه ولد أو بنت اللي يحط فارق بين الواد والبنت بيعير الخالق مش هو اللي خالق ولا هو شرني تيجي هدى تيجي بنت قبل ما اجي ولا اعرف يبقى كل يجيبوا ربنا كويس يبقى ما يحطش فارق حطيت الفارق اهنت الخالق يبقى اي حد يتعلم احنا بقى الثقافه الغريبه زيه الناس التانيه بقى حط الفارق ولي ولي ولي. ولا ينفع ولا ينفع اهو الاخرين المصريين عملوا كده شافوا كل الضربات وشق البحر واللي عملوا معاهم في البريه آمن العجل عجل؟, عجل ايه؟ عجل ايه؟ ايه العار اللي احنا فيه ده؟ كانت النتيجه طبعا غيره موسى النبي غيره موسى النبي وهديه اه خد عجل حرقه وزر في الهواء طحن وزر الهواء وبدا يصرخ لربنا يرفع غضبه زي ما تشوف كده اولادك في طريق غلط قول لا ما ينفعش ما ينفعش وسرك لربنا وتقول لا ماشي مع اصدقاء سوء حافظ على اولادك من اصدقاء السوء يا ما ناس بتندم اشد الندم عشان اصدقاء السوء تعرف اولادك ماشيين مع ناس بطريقه غلط اقف وقف وقف وقفه وقفه وقف وقف قويه وقفوا ما يعملش كده اصدقاء السوء هيعلموه يضيعوه ما سيبتك تضيع منك ما سيبش بنتك تضيع منك خش اصدقاء الفيز وخش باسماء وهميه وغير مسيحية وبص التقي نفسهم يبقى مش مسيح وحط اسم مسيح عشان يوقع بيته ولا حاجة وفرحان بكده واحنا نصدق بناتنا سذج صدقوا أي حاجة صدقوا أي حاجة ويا بنات لسه ضاعت لسه جايلي حاجات قريبة تزعل 14 سنة ونص ما كملتش لسه تعرف حاجة 14 سنة ونص ديت عشان تمشي مع واحد وبتحبه وتسيب بيتها وتمشي خيب ايه ود الفيز اه تعرفها حد عن طريق الفيز هذا اه الفيز ضمنا اسمه ايه عرفاه راح كذاب ولا صادق اهو اصدقاء السوء دور الاب والام لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش, ما ينفعش يعني ما ده ايه سذاجه ولا خيبه ولا سموها إيدي سموها إيدي سموها إيدي أنا بدور لما تشوف حاجه غلط قول لا ما ينفعش ما ينفعش برضه من الحاجات اللي لازم اقولها برضه كان واحد للاسف بيغلط مع خطيبته وبعدها ما يقول ما اقدرش اعيش معاه وجاي يقول حتى لو صحة الله تقول التهريج الفاضي ده يوم ما شمت رخصت نفسها وكانت النتيجه رخصت نفسها ده حتى بعد ما تتجوز يعايرها دي شوف التصرفات خيبانة هنا دور الأب والأم إيه؟ لا لا ما تسمحش بحاجة غلط توبخ بنتك لو مشيت غلط ما ينفعش أي خطيبين زي الخوات لغاية كرسي الإكليل تبقى غالية عارفك بنت ربنا حافظة له شرفه مش تسيبي نفسك عشان بعد كده يعايرك ويذلك وهو وده النتيجة لا مش عاوز وهقول له إيه ده بقى؟ ما ينفعش يا اولاد ما ينفعش هنا اه شفت موسى النبي اه خد العجل ذره وده ما ينفعش وزعق فيهم زعق فيهم وصلى من اجلهم بقى هنا بقى تكترني شهد بقى لما تبدا تصلي من اجلهم وبترشدهم اه شفت تكتر شهد في الحته دي عشان خاطر كده احنا بندور نتعلم الزمن اللي احنا فيه ما يستحملش ان احنا نسيب نفسنا بلا ضابط ما يستحملش التهاون ما يستحملش انك تغمض عينك عن الغلط الزمن اللي احنا فيه ما يستحملش تغمض عينك عن الغلط ان بقى كتير الفيز والنت فتح بوابات جهنم على ناس كتيرة كان زمان ايامنا زمان يقول لك الرقابة الرقابة بتقطع المشاهد من الافلام قبل ما تخش البيوت مش عارف تقول تقطع تقطع لا تقول لك النت لا فيه رقابه ولا فيها ولا فيه حساب طب النتيجه ايه ضيع وبعدين احنا كمسيحيين نقطه ضروريه تعرفوها ده مبادئ التعليم المسيحيه كلها امنع اسباب الخطيه بتعش في الخطيه لك سمعتم كلكم لا تزني يقول لكم لا تنظر ما تشتهيها سمعتم كلكم لا تقتل لكم لا تغضب على اخيك باطلا ليه؟ عشان خاطر الغضب حدود الاتلة ما تغضبش النظرة الشيطان ما تنظرهاش اقطع طريق على الشيطان اه يبقى تقطع طريق الفيز الغلط عشان ما توحش في الغلط هتستفاد منه بس مفيش استفادة يبقى صفر تعلم حاجة اذا كانت حاجة هتفيدك قصة دراستك حس حص علمك توصي حاجة ابحاث معينة حاجة تفيدك انما بلا ضابط ولا ده ده ميه مالحه بقى كده كده بقى سامة مش مملحة كمان عشان خاطر كده لازم احنا يبقى لنا وقفة مع نفسنا ما نسيبش نفسنا بلا ضابط وبعدين في حاجات شفتاك يا عروس تقطران عسلا واهم حاجة فيها الصلاة الصلاة بالفعل امام الله هي العسل اللي ربنا عاوزه منك لان حاجه تبقوا عارفينها اول درجه في درجات العباده هي الصوم تاني درجه هي الصلاه الصلاة أعمق من الصوم وأقوى من الصوم ويرفعك عند ربنا أكتر من الصوم بس الصوم الأساس القاعدة فلما بتيجي تبدأ ترفع قلبك لربنا وتصلي من العمق امام الله اللي قيمه فعاله يرفعك يرفعك كل كلمه بتقولها في الصلاه محفوظه لك في السماء كنز كل كلمه صلاه العشبيه دي بتحرق الشياطين كنز في السماء كنز كان زمان بيصلي المسامير ديت قدام تابوت عهد الله فرق كل ساعتين غير تتغير فرقه ويسبحوا ربنا فرق ورب قدام تابوت عهد الله فالمسامير دي هي الاساس ترفع كده تصلي وترفع قلبك لربنا ونشوفهم في حاجات قوية جدا زي التالت صلاة الهوس الثالث صلاة الهوس الثالث ديت اللي صلاها عزاريا جوه الاتون لما جه نبوخذ نصر الملك عمل تمثال من الذهب وخلى الناس تسجد له والتلات فتي قالوا لا احنا ما بنسجدش لاصنام قال لهم يرتموا تترموا في الاتون واوصى يحمل الاتون سبعه اضعاف ارتفع زراعه 49 زراع النار حتى اللي القوه في الاتون اتحرقوا وفي الاخر طبعا لما رموهم في الاتون اتمسك بربنا ربنا بيتمسك بيه اللي بيتمسك بربنا ربنا بيتمسك بيه طبعا النار حرقت الحبال اللي مقيدهم بس وثيابهم لم تكن فرحه النار وصلى عزريا من قلب الاتون وبقول له مبارك أنت يا رب إلهنا وإله آبائنا متزايد بركة مزاد علو الأبد أمين. مبارك اسمك القدوس يا رب متزايد بركة مزاد علو الأبد أمين. مبارك اسم مجدك القدوس مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس، مزداد بركة وزاد الأبد أمين. مبارك أنت يا رب الناظر أعماق والجلس على الشاروبيم والسرافين وزاد محفظة الأمين. مبارك أنت يا رب على عرش ملكك بركة ومزود علو الأبد أمين. مبارك انت يا رب فلك السماوات وذبح الامين وصلى يا في تسبح عندنا بنصليها على طول وده من اقوى الحاجات تصليها يا ريت كنا تصليها هو التالت ده اقوى صلاه هو التالت في التسبح بارك الرب يا اعمال الرب سبحيه وهزيه علوا للابد بارك الرب يا السماوات سبحيه وهزيه علوا للابد بارك الرب يا ملكة الرب سبحوه وزوه علوا للابد دي تسبحة قالها في وسط الاتون في وسط الاتون تطف النار تسبحها بتطف النار اه هي شفتاك تقترن عسلا اه عسلا طبعا 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 هنا عشان الصلة اللي بينك وبين الله شفتاك تقترن عسلا يا عروس هي دي الحاجة اللي احنا نتعلمها ونتعلم منهم عشان يبقى يبقى ليلتنا مكانة كبيرة في السماء محدش هياخد حاجة معاه محدش هياخد حاجة معاه ونلاحظ مثلا ست العدرا ست العذرة طبعا لما حتى الاصابات دخل على الاصابات وصار بتقول كده من اين لهذا ان تاتي الي ام ربي فحين صار صوت سلامة في اذني يرتقي الدهيج بتاعك في بطني ست تصلي وتبدا ترفع البهر ربنا كله ان الله نظر الى اتضاع امته الله نظر الى اتضاع امته وبدا منزل الجميع الجمال تطوبني وبدا تصلي من صحة قلب ما قالتش ان انا اول نذير للرب وكنت في الهيكل بعبده من سنه ثلاث سنين ابدا الله رزل لتضع امته ويرفع المتضعين وبدا تصلي من صحة اه صله شفتها تقتراني عسلا تقتراني عسلا تقطران عسلا حتى الاصابات لما امتلأت من روح القدس من الايه تاتي ام ربي هذا تقتراني عسلا شفتاك تقتراني عسلا ولما كانت الكنيسه بتصلي من قبل بطرس بلجاجة، ربنا بعت له الملاك عشان خاطر يطلعه من السيك الصلاة تقترن شاهدا أمام الله ديت صلاة صلاة وغفران ودايما كده الفم اللي يطلع المية الحلو ما يطلعش الملح. اعمل يعني حسابك ديت. منبوع المية اللي بيطلع المية الحلو ما يطلعش الملح. احنا عاوزين نخلي قلبنا من جوه زي نبوع شوف تقتران عسلا قلبك في عسل عقلك في عسل يوم شفيتها تقتران عسل امتى لما تنقيم الشوايب بقى والكراهيه وعدم التسامح والغيره الشريره وفي الاخر ربنا ما ادانيش وكان اصله بقى ولا ما بيقدمش الحاجات دي ما بتقدمش بتجيب لورا الغيرة الشريرة تجيب لورا عشان كده بناها مية مالحة عشان خاطر كده احنا بندور عاوزين نخلي كده قلبنا ينبوع ماء حي وشفتاك تكثران شهدا هي تقف امام ربنا ربنا ظل صلاتك كانها شهد وينظر لما سمح الاخرين كانه شهد عشان خاطر كده يا ريت كلنا كده مع نفسك بلاش تطلع الكلام الوحش من حناكنا ودايما تقول انت في نظر ربنا شفتك بتقطر شهد في الصلاة والتسامح وتدعي للآخرين وتفرح لفرح الآخرين وتصلي من أجل الآخرين آه شهد ده الشهد اللي عاوزينه هشوف الأسئلة بتاعتكم عشان نقدر نستفاد أكتر دي الأسئلة دي اللي... طيب انا هركز حاجات الاسئله الصعبه اللي المفيده روحيا اكتر حد يقول انا مرتب جوزي 4000 جنيه ومعايا طفله ولا بقول عايزه العشور المرتب ممكن انت تترتبي آه مع ابونا حتى لو هيساعدك بس احنا ما نقدرش نكسر الوصيه ما انا بدور اهوت ما انا اقول احنا ما تكسرش الوصيه ما نكسرش الوصية. هو بتقول لابونا يساعدك هو اللي ممكن تدفع تدول العشور ال 400 يديهم لك 1000 يساعدك اكتر بس حاولي انك ما تكسريش الوصيه وربنا هيبارك ثقه ربنا هيبارك بس ما نكسر الوصيه آه سؤال هي صفوره زوجة موسى هي والمرأة الكوشية لا دي حاجة ودي حاجة المرأة الكوشية غير صفورة اللي جابت العذر شو كوشية معناها سمرة مركة سمرة كوشية حد بيقول لماذا نقول يا رب ارحم يا رب ارحم نفس عبدك المرحوم اه ولكن ارحم روح على الرغم من الروح هي اللي بتحاسب احنا يا اولاد في طلب الرحمة بالنسبة للناس المنتقلين احنا بالظبط زي شحات طالب رحم الله انا بقول يا رب ارحم نفس عبدك فلان هي نفس المعنى الله يعني وربنا مش عارف ان فلان ده نفسه وروحه وجسده يعني الله عارف كل شيء وربنا بيكمل نقائصنا انما مش دي مش دي مش المشكله المشكله في انك انت بنطلب الرحمه من اجلهم لان هي صلوات اللي احنا بنعملها من اجل الهفوات والزلات وفي نفس الوقت بتزود الرسالة من ربنا بكل بركه كتيره انما احنا في صلاة الناس احنا زي الشحات اللي طلب مراحم ربنا بقول يا رب ارحم نفس عبد فلان انما طبعا عدل الله ده محدش يقدر يجمته يعني فوق ال... فوق ال... فوق, ال... فوق, ال... فوق الانسان يعني حد والجوز عاوز يسافر امريكا عن طريق المكسيك وانا مش موافق وهو مصمم وقت كتير وممكن اربع سنين او اكتر ومعايا ثلاث اطفال صدقوني كتير راحوا وتعبوا كتير راحوا وتعبوا وطريق مش حلو وانا ما بحبش دي انا كنت في بلاد بره كان في ناس مش تذكره العوده وعند قرايبه راحوا عن طريق عن طريق حتى عن طريق القرعه اللي بتيجي ديت وراحوا هناك ورق رسمي ومتق... ورجعوا تاني تعبوا مش بالصوره اللي انتم متصورينها المكان ده الزوج والزوجه اولاد بيشتغلوا في هناك العمليه مش فهمت... مش بالطريقه دي مش بيغرف من الشارع زي ما ده ده انا لما كنت هناك يمكن 10% بس من المصريين هم اللي طالعين فوق شويه انما الغالبيه عايش بالكاد مش بالطريقه اللي انتم متصورينها انا ما بحبش حد يمشي طريق غير شرعي ابدا ابدا ومعاك فلوس توديك المكسيك وتخش جوه ومش عارف تبقى من اللاجئين وتدور على التعب اللي انت فيه ده كله تعمل مشروع يشبه انه هنا احسن انا ما اعرفش ده ايه يعني ده انا كان في مشكله عندنا في العزبه واحد مصنع كوشري اختلفوا بيقولوا المطعم بيكسب مئة ألف في الشهر وصاحب المطعم اكتشف بيكسب ربعمئة ألف في الشهر مش ألف بس واختاركوا عشان خاطر الموضوع ده مطعم بيكسب مئة ألف في الشهر مش عارف تقول لي ايه مطعم وانتوا اعمل عملت مشروع هتكسب منه اكتر اكتر ألف مرة وفوزت أولادك وبيتك وبعدين انا بخاف من اللي بيسيبوا الستات طب لحد الناس بتلف عليه بابا مطمعه ستة جوزها يتوفى ولا ستة جوزها يسافر ولا ما اعرفش واحده حاجه منفصله عن جثة الناس في ناس بتبقى طمعانة فيها كده عامله زي الذئاب عاوزينها اشطح ما كانتش بنت العذراء ومحافظة على نفسها كده وبنت قوية وشاطرة بتضيع. عشان كده ما تنفعش حتى تسافر من موافقة زوجتك. ما ينفعش تسافر من غير موافقة زوجتك، ما ينفعش. ومش هيبقى في بركة. حد والهل ربنا بيسمع صوت وانين القلب وهو بيشعر بالدموع طبعا لا محاله بس بيشوف ايه الوقت اه طب ليه وقت بس بيشوف ورقه المكتوب على المسبح احنا بنشوف يا اولاد انا قلتها زي الشحات اللي بيطلب مراحم الله بس كتير أوى اوقات ربنا بيستجيب بس في التوقيت اللي هو محدده في حاجات الانسان لما بيطلب في ساعتها تيجي في نفس اللحظه ليه ما بتستحملش التاجيل زي الثلاث أطو... ثلاث فيت في طول النار دول ما يقدرش ياجل النار دقيقه ولا اتنين حتى كله شو نشاطه في نفس اللحظه لازم ينجي زي حوت لما ينال لما تروح بطن الحوت ما ينفعش ربنا يتاخر عليه لحظه لازم يحميه من نفس اللحظه ولكن في اوقات ربنا بيتأنى علينا احنا عشان خاطر في توقيت بيغسلنا بيقربنا لان كتير أوي زي ما بيقولوا كده صلى وصام لامر كان ولما قضى الامر لا صلى ولا صام كتير أوي يطلبوا وربنا يديهم وينصب بعدها على طول على طول دي حاجات يعني حاجات افتكرها بتحز في النفس يعني فا امر مؤلم وال حد يسأل سؤال مش بعرف أعترف عند أب كاهن لأني بحس إن بتحس إنها متلخبطة يعني إحنا ممكن نقول لأبونا كده إحنا بص يا ولاد أنا في الحاجات ديت بعمل إيه؟ أنا عن نفسي في الحاجات دي بعمل إيه؟ بقول مش قادر تعترف أقول الله لك ما تقولش أنا بقول لك لا الله لك ما تقولش مش عاوز أعرف بس ليه طلب واحد ما تكررش الغلط حط في ذهنك ما الغلط ده تاني أنا فايدة اعترافي أحذرك إزاي تتحاشى الغلط ما طالما مش هتكرره برافو عليك طالما مش هتكرره برافو عليك خلي أبونا التحليل وبقول للأبوات الكهنة اهوت اقبلوه صلي التحليل كأنه اعترف اعتراف كامل بس أهم شيء ما يكررش الغلط إنما هيبدأ يتكرر الغلط قول له بقى أب اعترافك عشان خاطر أقول لك إزاي ما تكرروش انا أبو إرشاد ليك عشان ما تكررش الغلط وشفيع لا هيبقى شفيع هيصلي ويقول يا رب زي الكتاب قال كده إن غفرتم لنفسك غفرتم نفخ فوق التلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرت خطاياهم غفرت له فهنا بتاخد نفخة الروح القدس يقول لك الله يحلك الله يباركك ويديك نفخة الروح القدس وتمشي صح اللي يهمنا التوبة طالما مش هترجع للغلط تاني خش صلي وتناول وزي الفل اهم حاجه ما تكررش الغلط وقول للاب اعترافك حصلك التحليل وبعد كده ابدا بالجديد بجديد وبقول له بعد كده بحيث تبقى طب انت كده بتعول هم اب اعترافك هتبقى حريص وما تعملش حاجه غلط برافو عليك حد يقول له خبص فيه حد اعرفه ماشي في الخطيه يعني وللاسف ما فيش حد قادر يسيطر عليه ده للاسف ما ينفعش وبتيجي الضربات من السماء، ربنا ما بيسيبش ربنا ما بيسيبش بتيجي ضربات الناس اللي هي مغمضه عينها وبتسيب نفسها بلا ضابط بتيجي الضربات بتصرخ من شده المرض والالم والكتاب بيقول لاجل امرأه يفتقر سل رغيف الخبز ما بيلاقيش ياكل وبحال ما يعلم بها ربنا انما احنا ما ينفعش على قد بدل نقدر حد بالكهنه يفتقدها أو يفتقد الإنسان البعيد دهوت ده إنما على قد كخدام يفتقدوها بحيث إن إيه؟ يخلوها تصلح من طريقها أو يصلح من طريقه يعني، ما يسيبش نفسه بلا ضابط. نعمل اللي علينا لأن الكتاب بيقول كده يا ابن آدم من أخطأ الإنسان فحذره من قبلي، فإن حذرته ما تبش يموت بخطوته وأنت من دمه، ولكن ما حذرتوش من دمه من يدك يطلب دم ده سفر حسقيال.